السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي معنا. نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين لعاب دولي إنجليزي سابق مندهش من مصير بالرحمة، يعني كل ما قدموا بالرحمة، كل ما كنا نسمعوا بالرحمة انتقالة، بالرحمة انت، بالرحمة بالرحمة تشيلسي، بالرحمة أرسنال، بالرحمة مانشستر، بالرحمة توتنهام، بالرحمة منا، بالرحمة منا. الله تشوف كيفاش، يا العروض يا الخطابة خير ربي، يا الزواج مكاش، يا الخطابة خير ربي. خطابة صاي كيما ديك كاع الناس تهدر عليها، كاع الناس يقولك غادي تتزوج بكري، هذه وعدة تكون شابة عينيها خضرين الشعر اصفر لابو لابو غوز لابو غوز لابو غوز ومنه وكلش طا طا طا، غادي تتزوج بكري، هذا الطفلة غادي يطيروا بها الخطابة بكري، غادي يطير الافاه مسكينة تصيب عندها تصيبها تصويرتها في المقبرة، أتصيب تصويرتها مقيسة في المقبرة. هاك تشوف كيفاش بالرحمة صار له كيما هاك بالرحمة، وين ال قاع أنا شت قاع لي قاع لي زيكيب حطوه فيها بالرحمة، راح من بالرحمة من كل يوم إيكيب، كل يوم إيكيب. وكنا نقولوا لكم، كنا نقول يا ودي خاطش عليه ناس اللي يقولوا بالرحمه راح ما يفهموش غاشي. كنا نقول لكم الناس كانت تضحك عليا، تشيلسي انا قعدت ناس فيها كاين الماني، كانوا دايرين الماني ولعاب الماني ولعاب جزائر، قعدت ناس فيهم الدور الالماني شتا يلعب في ميم بوست تاع بالرحمه الداوه قطعت لي ياس، درت فيديو قلت لكم اودي راه الداوه الناس ولاو يعايروا فيا، خصب لهم بلي راني كاره بالرحمه، راني كاره بالرحمه انا. هنا ماذا بيا انا الحاجه اللي كنت نحوس عليها، انا كي ما طلع شي صايك كيش بالرحمه ما طلعش، عرفت بلي راحت خاطش عليه بالرحمه. كون طلع يصرى له كيما محرز يطلع شي كور في ليكيب تاعه ويلعب تيتيلر ويلعب في البريمي ليغ، انا كي ما طلع شي راحت، ما عرفتها بلي صعيبه. رغم انه بالرحمه شدنا البارح حطوه احسن في التشكيله المثاليه، راك تشوف التشكيله المثاليه مير جوار في ليكيب تاعو، راك تشوف هو المحرك تاع ليكيب تاعو، بصح راك تشوفها مازال ما كان والو. وين عرب عبر اللاعب الدولي الانجليزي السابق عن دهشته لعدم تواصل الدولي الجزائري السعيد بالرحمه لاي اتفاق بشان الفريق الذي يلعب له الموسم المقبل، وهو الذي تالق بشكل لافت الموسم الفارط مع ناديه برينتفورد، مشير إلى أن اللاعب الجزائري يستحق اللعب في الدور الإنجليزي الممتاز لامتلاكه إمكانيات فنية عالية. 20 مليون جاتهم غالية، أنا شعمل واحد كومونتي لي قال لي ودي شوبير 20 مليون غالية، خاطش هذا يلعب بصح كيما نقولوا حنا غادي تدي دراهمك معاك، غادي تعطيه 20 مليون غادي تدي دراهمك، فاني دير حسابك ميلون مي جابت بن ناصر إيبولي كان طاحت وجابوه تما جابوه من ناسيونال دوزيام ديفيزيون ونجحوا، عاك تشوف مين جابوه، جابوه من الغرقة ونجحوا. 40 50 مليون كي يحلوا فام يقولوا ب 50 مليون يدوه طاير. وين ابدا ادري عند المهاجم السابق للمنتخب الانجليزي دهشته من تواصل تجاهل الانديه الدور الانجليزي الممتاز للمهاجم الجزائري الذي تالق بشكل كبير خلال النسخة الماضية من دور البطولة الإنجليزية، حيث شارك في 43 مباراة بمختلف المسابقات، أسهم خلالها في 26 هدف بين صناعة وتسجيل. وكان النجم الخضر قريبا من قيادة فريقه إلى البريمير ليج، غير أنه تعرض لهزيمة في مباراة نهائية المؤهلة للصعود أمام فولهام، وربطت مستويات التي قدمها ابن عينتوموشنت موسم الفارط بانتقال إلى العديد من الأندية الدور الإنجليزي الممتاز، وفي مقدمتها تشيلسي أرسنال، غير أن المفاوضات توقفت خلال الفترة الأخيرة. وقال المهاجم المعتزل تعليق على وضعية الحالية لبالرحمة، رغم ما قيل بشأنه في الفترة السابقة
أنا متعجب من عدم وجود اهتمام كبير بالرحمة من قبل أندية البريمير ليج. وتبع كنت أعتقد أن الفريق مثل ليدز يونايتد سيتحرك بقوة من أجل ضمه لصفوفه، خاصة أنه يعتبر معاوض لأمثال الإسباني بابلو، وين قال لهم أنا معجب بما يقوم به، غير أنني أعتقد أن بالرحمة بإمكانه أن يشكل صفقة رابحة. ويذكر أن لعاب سبق وأن حمل قميص المنتخب الإنجليزي في 12 مناسبة، وأنها مسيرته الكروية في 2018 بمغامرة أخيرة مع يعني شوف كيفاش اللعاب شوف إن كانوا يديروا عليه إحصائيات 10 عوامل يدوا بالرحمة شوف كيفاش كما آدم للناس سمحوا لنا كما آدم للناس فأنيك راه حاصل آدم للناس وينك حاصل راك تشوف ماندي غادي يروح من ماندي يروح من ماندي. البارح قعدت نشوف فيه واحد السيت في اسبانيا قال لك ماندي غادي يروح لمانشستر سيتي، يعني ما كان والو مازال هذاك بيب غوارديولا يبغي الميليو تيرا ولي زاتاك يموت عليه. عرفتو راه في عامين يخلص عامين خاصو ديفونسور، من نهار اللي راح كومباني مازال ما دار والو، ما جابش كاع ديفونسور، حتى الخطره جاب واحد عنده يلعب في اللي غوش يلعب في واف الدفاع يلعب على لاغوش. عرفتو ديفونسور جاب ديفونسور واحد مازال ما جابش ماندي في اللاكس مع مانشستر سيتي يدير العجب. بصح ما كاش انتقال تاكتو، حنايا شلنا انتقال كبير محرز مليا مازال ما شلناش، زعما محرز اللي شلناه راك تشوف كيفاش شتو راهي واصله بالرحمن. انا واحد من الناس ما نكذبش عليكم، انا ماذا بيا كيما يقول لك لا مكاشي يقعد يلعب في ليكيب تاعو خاطر علاه الى قيام لاقينا مالغري نهضروا ونعاودوا جاما بالماضي ما عنده لي في اكتفاء ما عنده والله لا كيما نقول لك احنا ما هكا نبقى نشوف نقول باللي ليكيب ناسيونال بصح مين نبقى نشوف ام عندنا لي في اكتيف ام كاينين لعابه ام عندنا لعابه عمك ما تخافش ما ماشي نخافو حتى نقولوا باللي ما عندناش بصح حتى الا خاصنا في المستوى يلعبوا في المستوى العالي خاصنا في المستوى العالي واحد يلعب في زوج ولا ثلاثة يلعبوا بريمير ليغ واحد يلعب لك في اسبانيا واحد في ايطاليان واحد خاصنا في المستوى العالي باش نقعدوا ناقروا فيهم شتو من نروحوا لكوب دي موند ناقروا هذه اللي نحوسوا عليها حنايا ان شاء الله بربي. احنا ماذا بينا كما يقول لك نتمنوا الخير لهذ اللعابه عقتو بالرحمه من الكورونا من بعد استئناف تشيلسي ريال مدريد انجليز كي سموها بوروسيا دورتموند شاك من بعد هودوه مسكين اي بالهضره هودوه الطليان لازيو بغاو يهودوه لازيو وقيله بغاو يهودوه فماك من بعد داوه دورو غير فما كارياري من بعد عاودوا طلعوه الانجليز بزاف شت واحد قال لي نتايا راك تهضر عليه بزاف يا ودي انا راني نقول بلي يا ودي ما كاش منها كاع انا ما نامنش اخويا انا تصيبو لبسينو انا من الماندي نزعرت الناس في الفيسبوك ماندي التريكو تاعو يتباعو في ليفربول ماندي راح ماندي باقي له زوج خطاوي ويوصل ماندي راه في الدوره ماندي مسكين ما التاليه لا لا كاع ما كاش منها من فما كنزعرت انا لازم نشوفو لابس تريكو ويزغد هكا يزغد باش نأمن ما نكذبش عليكم خاص نعرف بلي مواقع كاين مواقع شعمل واحد كومونتي قال لي مكاش منها كاين مواقع أوروبية يستهزئوا باللعاب الإفريقي راني يعني نقول فيها ونعاود بصح كي يكون لعاب من البرازيل ولا الأرجنتين ولا في أوروبا والله العظيم لا يعطيك المعلومات على الشعرة بصح اللعاب الإفريقي يستهزئوا به هانيك قعدوا فلان رايح منا ما كان والو عاري ما كان والو عاري شعر قاع الجوالات تاع الجزائر داروهم تنقلوا غير في اليوتيوب وفي الفيسبوك
غير بالهضره تنقلوا انتقالات غير بالهضره برك صعب بعد ما كان والو حنا ما تاليش نتمنوا نتمنوا يقعدوا يلعبوا الى ما راحوش يزيروا روحهم في ليزيكيب تاعهم كما يقول لك يطلعوا المستوى تاعهم ان شاء الله بربي احنا في طول ليكيب ناسيونال طول المستوى يبقى ثابت تاع المنتخب الوطني الجزائري صحيح.